محمد مرجان دينامو 28/9 والمدير التنفيذي للنادي، اهلا بك يا سياده العميد. يا كابتن عدلي، ده ابراهيم النيسي بيحييك وانا لسه هحييك. ولو اني حييتك الصبح وانت حييتني يا انا اخليك كابتن عدلي واستاذ ابراهيم طبعا على دراستك طبعا. اهلا بيك يا سياده العميد. الله يخليك يا فندم، ربنا يخليك. طمنا ايه التسهيلات علشان الاعضاء برضو تبقى عارفه مسؤوليتها يوم 28/9 ايه وازاي يقدر يجي النادي؟ طبعا يعني ان شاء الله باذن الله احنا نطمن الاعضاء، وزي ما انا كنت سامع كابتن عدلي وزي ما سامع حضرتك ان شاء الله باذن الله يبقى يوم احتفاليه يشهد بيها الناس كلها باذن الله. النادي الاهلي دايما اعضاء الجمعيه العموميه وجماهير النادي الاهلي دايما بيعملوا المتوقع، عشان كده النادي الاهلي دايما هو البطل، دايما هو الاداره. الحمد لله من يوم اما اتخذ قرار مجلس اداره النادي الاهلي بتحديد الجمعيه العموميه الغير عاديه يوم 29/9 وتشكيل لجنه مركزيه لمشروع اللائحه، وزي ما متابعين معانا الفتره اللي فاتت الحمد لله الناس كلها بتتكلم على الحوار، بتتكلم على الديمقراطيه، وبتتكلم على التنازل من مجهود واصرار كابتن خطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي اللي تكون اللائحه الاساسيه، لائحه النظام الاساسي للنادي هي الجمعيه العموميه، واعضاء الجمعيه العموميه هم اصحاب صناعه هذا الحق. هم اللي صنعوا الجمعيه العموميه، الجمعيه العموميه هي اللي صنعت لائحه النظام الاساسي. كان تمام في لجنه بدأت المستشار محمود فهمي تم تشكيلها بدايه من استلام المجلس. هذا المجلس كان وعد اعضاء الجمعيه العموميه في الحمله الانتخابيه هيكون عندهم لائحه نظام اساسي تحقق طموحات النادي الاهلي وتحقق احلامهم وتحقق رغبه الجمعيه العموميه اللي هي تقود، ودايما النادي الاهلي جمعيته العموميه هي صاحبه الراي وصاحبه القرار الاول والاخير. هناك كثير من المواد في هذه اللائحه بقت من حق الجمعيه العموميه اتخاذ قرارها وتحديد مصيرها، وهم اصحاب القرار الحقيقي بالفعل، وخصوصا بعد ما كانت فكره طرح مشروع اللائحه زي ما هي للنقاش الفتره اللي فاتت، وحددنا يوم 9/9 يبقى اخر ميعاد لاستلام جميع الاقتراحات، وانتهت فعلا بحضور اللجنه الاولمبيه المصريه في حدث لاول مره يحصل على مستوى الانديه، وكلنا سمعنا طبعا الشهاده الرئيس اللجنه الاولمبيه قالها في حق النادي الاهلي، ودي حاجه طبعا تسعدنا كلنا. وفي نفس الوقت زياره النادي الاهلي لوفد ممثل في رئيس مجلس الاداره والمجموعه المرافقه معاه للجنه الاولمبيه، وكنا بعتنا لهم طبعا الخطاب اللي هو بنقول لهم دي مسوده او مشروع لائحه قابل للنقاش وعايزين ارائكم على الفور. الناس على طول شاركت، غير طبعا ورش العمل اللي انتم حضرتك كنتم متابعينا فيها، الشخصيات العامه، الرياضيين، الاعلاميين، كل ما سيبناش المجلس مجالس الاداره السابقه بخبراتهم، ما فيش حد قدم اقتراح لدرجه اللي احنا وصلنا 3038 اقتراح تم تقديمه خلال الفتره دي. اتبلوروا بقى في كام اقتراح في الاخر وكم ماده تم تغييرها؟ اتبلوروا كابتن عدلي اللي 53 ماده تم تغييرها فعل او تم اعاده صياغتها بما يضيق لائحه الجمعيه العموميه النادي الاهلي، وبناء على ويحقق طلباتهم وطموحهم ويحقق طموحاتهم وبناء على رغبتهم، يعني بناء على رغبه هذه الجمعيه العموميه هو ده اللي احنا زي ما حضرتك بتقول يحقق رغبتهم ويحقق ان شاء الله باذن الله كل مطالبهم. تم تعديل الكلام دوت، وتم حذف حاجات كانت موجوده وبنود كانت موجوده برضه بناء كم ماده العمومية. مش متذكر انا عندي المواد اللي تم حذفها 12 ماده، المواد اللي تم تعديلها 53 ماده، المواد اللي تم النهارده بالنسبه المئويه النهارده برضو خلي بالك احنا كنا حاطين حضرتك معيار او اسلوب معين عشان خاطر تلبيه رغبات الاعضاء، كان في مواد اللي عدت النسبه الاتفاق عليها النسبه المئويه 72% و75% و80% دي على الفور تم تغييرها بالكامل. النسب المئويه اللي كانت اقل من كده كان بيبقى فيها تعديلات بالاتفاق مع لجنه اللجنه القانونيه وفي نفس الوقت مع لجنه الصياغه عشان نوصل في الاخر في النهايه للشكل العام اللي الجمعيه العموميه عايزاه. وان شاء الله باذن الله النهارده يعني كان في حدث يسعدنا كلنا وطبعا يشرفني ان انا كنت موجود فيه، اللي هو الكابتن خطيب رئيس مجلس الاداره واعضاء مجلس اداره النادي الاهلي استلموا النسخه النهائيه للائحه النظام الاساسي للنادي الاهلي من سياده المستشار محمود فهمي والاعضاء اللجنه الموقره معالي الوزير مجدي العجافي، المستشار احمد حسان، المستشار منصف سليمان،
مع المستشار اسامه قنديل، المستشار عمر شريف، المستشار علاء قنديل، وكان معانا برضو المستشار الجميل اللي فعلا عانى معانا، المستشار اللي هو رئيس قسم الصياغه اللغويه بمجلس الدوله، المستشار احمد حسين، استاذ محمد فتحي، واعضاء اللجنه المركزيه الاستاذ ابراهيم الصفراوي وطارق قنديل واستاذ محمد جمال الجرحي، وطبعا النائب رئيس النادي الاستاذ عمرو فاروق. وكانت لفته طيبه جدا في مراسم استلام رئيس النادي من المستشار محمود فهمي النسخة النهائية للائحة. اتعملت لها مراسم، ايه الشغل العالي ده؟ الحمد لله. على فكرة أنت يعني أنا لا أحسدك، ولكن يعني فرحان لك أنك أنت تكون موجود في هذه اللحظة التاريخية عن التنفيذ هذه الإجراءات، وأنت تستحقها وتليق بيك، وإلى مزيد من الكلام الحلو ده. لكن عايز أقول أول ما تحط الخطة بقى، خطة اليوم الباركينج فين وفين وفين، المسارات إيه وإيه وإيه، اللجان كام لجنة، وهتتوزع مثلا قول هنعملها في ملعب الكورة أو في أي حتة، شوف هتتعمل. لما توصل إلى هذه التنظيمات من فضلك بلغنا، عشان عايزين نستضيفها. وممكن يكون استقر عليها، ما هو يمكن ما عملهاش الخريطه لسه بتاعتها. لا الخريطه مبدئيا موجوده، وانا هبقى معاك يا كابتن عدلي ان شاء الله، ويشرفني طبعا انا اكون معاك ومع استاذ بين نستضيف ويجي على الهواء شراح. تمام، يشرفني ده. تمام. مجلس الاداره المجلس النهارده اعتبر حل في حاله انعقاد لحين انتهاء التصويت، مش كده؟ تمام يا فندم، جلسه مفتوحه لحين انتهاء التصويت. طب انا وانت داخل هقول لكم، بس يعني هقول لكم حاجه. اتفضل. اقول حاجه؟ اتفضل. عشان خاطر يوم 28 برضو. أيوة. لان اللجنه المركزيه الناس كلها مستنيه يوم 28، وفي ناس كتير متخوفه من اللي شافوه في الانتخابات اللي فاتت، والكابتن خطيب مشدد يعني تشديد قوي جدا 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 على توفير سبل الراحه. ايوه، ازاي نخلي اليوم ده الناس مرتاحه فيه، ازاي نخلي اليوم الناس تدخل النادي الاهلي وتخرج منه وهي مبسوطه وسعيده من غير ما يبقى فيه ازدحام او فيه التدافع اللي احنا شفناه قبل كده. ده اللي احنا شغالين بقى لنا اسبوعين فيه، ويسعدني طبعا ويشرفنا ان انا معايا يعني زملائي واساتذتي واخواتي الدكتور اللي هو حسن مسعود، خالد مرسي، اللي هو محمود الفشاوي، مجموعه جميله جدا من الخبرات. احنا بالفعل مشكلين لجنه 15 لجنه لغايه دلوقتي يا استاذ عدلي، يا كابتن عدلي واستاذ ابراهيم، 15 لجنه هتبقى مسؤوله عن اليوم دوت باذن الله لاخراجه بالشكل المناسب. طبعا لجنه عليا يشرفني ان انا اكون موجود بيها بحكم منصبي رئيس، ومعايا الاستاذ حسن مسعود والاستاذ الفشاوي، ومعانا الاستاذ خالد مرسي مدير فرع الجزيره. نفس الوقت بقى في لجنه للامن، في لجنه للنقل، في لجنه للاشتراكات، في لجنه التكنولوجيا ومعلومات، في لجنه من شؤون العاملين، في لجنه الصيانه مشاركه، في اللجنه الطبيه على راسها طبعا الدكتور محمد شوقي، وده يعني قيمه وخامه اللي هو يبقى يشارك معانا في هذا الحدث عشان رعايه الاعضاء، وبرضه يعني تقديم اي اسعافات طبيه ان شاء الله باذن الله. في لجنه السلامه والصحه المهنيه، ودي عشان خاطر لو ان شاء الله باذن الله هيتعدي الامور على خير، لكن موجوده معانا. في لجنه التسويق مشاركه معانا بشكل جيد، عشان زي ما بيقولوا احنا عايزين اليوم ده يبقى كرنفال للنادي الاهلي. في غرفه عمليات احنا شكلناها، وهيبقى في ارقام تليفونات هيتم الاعلان عنها، عشان خاطر اعضاء الجمعيه العموميه متواجدين في مدينه نصر، متواجدين في الجزيره، متواجدين في الشيخ زايد، لو اي حاجه بيتصل على ارقام التليفون دي هيلاقي بالفور الناس اللي موجوده تساعده. وفي الاجمل جدا على كل اللجان دي كلها، مجموعه شباب النادي واولاد النادي اللي دايما بيشرفونا في كل حته، هم ادينوا بقى الاساس الدرس، المتطوعين اللي داخلين معانا في هذا الموضوع، وهيبقوا موجودين في مدينه نصر، موجودين في الجزيره، موجودين في الشيخ زايد، عشان يكونوا مرافقين لاعضاء الجمعيه العموميه اللي بيتحركوا مدينه نصر او بيتحركوا الشيخ زايد، عشان خاطر نوصل للفرع الرئيسي، عشان خاطر يدوا بتصويتهم سواء بالايجاب او سواء بالرفض. ده كل واحد منهم هيطلع يعمل ماجستير في الاداره بعد بعد المشاركات دي. هيتم البدء في تعليق نصوص اللائحه في لوحات الاعلانات امتى بقى؟ ان شاء الله الاربع مساء، بحيث يوم الخميس صباحا باذن الله اللائحه بالكامل متعلقه او طبقا للقانون على مستوى الثلاث فروع قبليها بثمان ايام هتكون موجوده ومتعلقه، فان شاء الله يوم الخميس صباحا هتكون موجوده متعلقه. يوم الجمعه ان شاء الله باذن الله احنا بنضغط كمان زي ما كانش قبل يوم الجمعه، بس يوم الجمعه ان شاء الله هنستلم النسخه الرسميه من المطابع عشان تتم توزيعها على اعضاء الجمعيه العموميه على مستوى الثلاث فروع،
ويشرفنا طبعا ان كل الناس تبقى معاها وماسكه اللحن، ده هيبقى تاريخ. في هي متاحه مجانا مش كده؟ اه طبعا مجانا ان شاء الله باعداد وفيره، بحيث ان اللي عايز نسخه لازم هياخدها. احنا واخدين قرار مبدئيا ب 30,000 نسخه، وانا ان شاء الله باذن الله متوقع ان احنا هنزود هذه النسخ فتحت ايدينا، بس هيبقى مبدئيا 30,000 نسخه، وان شاء الله في حاله الاحتياج هنزود ثاني، لان احنا نتائج كتيرة. انا اعتقد هتوصل ل 50,000 باذن الله. ده اللي انا كنت لسه هقوله يا كابتن عدلي، اتمنى من ربنا سبحانه وتعالى اللي فعلا 50,000 يبقوا موجودين معانا يوم التصويت على لائحه النظام الاساسي اللي بتعطي الحق للجمعيه العموميه في تحديد تقرير مصيرها وفي تحديد متطلباتها واتخاذ قراراتها دون اي قيود. مجلس اداره النادي الاهلي مش عايز اقول تنازل، ولكن مجلس اداره النادي الاهلي طرد امور كثيره جدا من حق المجلس وكانت موجوده في اللوائح السابقه. صحيح. عشان تصبح في ايد اعضاء الجمعيه العموميه. رائع جدا. الحق الاساسي في تقرير المصير واتخاذ القرار. ان شاء الله. لا 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 سيبنا نقفل هذا النهار المكالمه دي. المدير السابق مع المدير الحالي. لا يا فندم، كيف انا الهاجس اللي عندي بقى، كيف نحاول اليوم الى يوم جميل ومهرجاني الناس تستمتع به؟ انا قلت بعض الافكار ما اعرفش سمعتها وانت داخل ولا، من ضمنها ان عايزين نسهل ان يبقى دولاب الكؤوس اللي عندك الرائع ده يتصور وتحط على الشاشات العملاقه وتتعمل بيه بوردات كبيره تتحط على اسوار النادي، ها، وتتحط من جوه النادي بحيث ان الناس تتصور معاها كانها بتتصور مع دولاب الكؤوس، سواء دولاب الكؤوس او الكؤوس اللي في اوضه حضرتك اللي لازم الناس تشوف هذا الكنز، واخد بالك؟ لان مش هتعرف تطلعهم وتعرضهم بالطريقه الجميله اللي موجوده عندك بيها. هيبقى يوم تاريخي ويتكتب عليه كل واحد يتصور، شاركت وساهمت انا وابنائي في هذا اليوم يوم كذا في صنع دستور الاهلي، هتجد الناس مستمتعه. نمرة اتنين. تمام يا كابتن. نمرة اتنين بقى النقطة الأهم، توفير الأكل والشرب بكميات تسمح إن كل واحد يقدر ياخد، وتنويع المنافذ مش هتغيب عن ذهنك دي، لا يمكن يعني، بحيث إنها تبقى متوفرة على مدى اليوم يعني. في لجنة الخدمات دي طبعًا موجودة، وفي تنسيق مع المنافذ تبقى يعني فاتحة من الساعة 7 الصبح استقبال الاعضاء، ما تقفلش غير الساعه 12 بالليل، مع توفير كافه الامكانيات على مستوى على مستوى عالي وجوده كويسه ان شاء الله لاعضاء الجمعيه العموميه. احنا عندنا في فرع الجزيره في 32 منفذ متنوعين، ان شاء الله باذن الله اتعمل معاهم اجتماع تحت اشراف الاستاذ محمد الالفي والاستاذ خالد مرسي مدير الفرع الجزيره عشان خاطر التوفير اليوم ده. انا بقول لحضرتك ان شاء الله هنعرض كل ده مع حضراتكم، انا بدي يعني نبذه صغيره بس هنعرض كل ده، وخصوصا خطه باذن الله اما هتتعرض عليكم ان شاء الله باذن الله، اتمنى اللي هي يعني تنول ان شاء الله باذن الله الاعجاب بتاعكم. وفي نفس الوقت يعني انا عايز اطمنكم لاصغر عامل في النادي الاهلي لاكبر واحد في النادي الاهلي على رأس الاداره التنفيذيه، يعني ده شرفني ان انا اكون موجود، كل الناس بتتعهد ان هي تكون في خدمه اعضاء الجمعيه العموميه، لان العاملين والموظفين في اداره تنفيذيه والعاملين في النادي بيشاركوا في هذا الحدث التاريخي عشان خاطر كلهم منتظرين هذه اللائحه اللي هتخدم النادي الاهلي واعضائه خلال الفتره اللي جايه ان شاء الله باذن الله. ربنا معاكم ويبارك لكم، وهي لحظه تاريخيه زي ما انت قلت، وباذن الله الجمعيه العموميه دي هتبقى حاجه ما حدش يقدر عليها بعد كده باذن الله. يا رب ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا جزيلا للعميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي.